وفي موضوع آخر، انطلقت اليوم عبر الوطن عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان التي تستخدم ولأول مرة باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة ستسهم في توفير قاعدة بيانات ثركة ومؤشرات اجتماعية واقتصادية مهمة لإطلاق الرسمي للعملية التي جند لها أزيد من 67 ألف مستخدم عبر ربوع الوطن أشرف عليه من ساحة عساد إدير أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد ووزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل. والتفاصيل نتابعها مع وليد صاري. قصد السماح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتصدير برامج تنموية تتكيف واحتياجات المواطن، تم اليوم إطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان عبر مختلف ربوع الوطن. والإطلاق الرسمي للعملية أشرف عليه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الرقمنة والإحصائيات والسلطات المحلية بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين. إننا نعلن اليوم عن الانطلاق الرسمي لعملية الإحصاء العام للسكان والإسكان بالتزامن مع انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة، فرصة جددة من خلالها السيد رئيس الجمهورية التذكير بالأولوية التي يوليها لتحسين الإطار المعيشي للساكنة بصفة شاملة ومتوازنة بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي والتي نتطلع أن نوفرها من خلال نتائج هذه العملية ذات البعد الوطني، غير أن نجاح هذا المسعى مرهون بمدى مساهمة المواطنات والمواطنين وانخراطهم سيما بتسهيل عمل أعوان الإحصاء والمساهمة في صنع مستقبل بلدنا على أسس سليمة، حيث أن إحصاء حاضرنا صنع لمستقبلنا وفق الشعار الذي وسمت به هذه العملية. يكتسي هذا الإحصاء السادس الذي سيتم تنفيذه من الفترة الممتدة من بين 25 من شهر سبتمبر الجاري إلى غاية 9 من شهر أكتوبر القادم أهمية وطنية بالغة وواضحة تتجلى أساساً في توفير بيانات مفصلة، قواعد البيانات هذه إلى صياغة سياسات عمومية وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية. وللوصول إلى نتائج دقيقة في الإحصاء استعملت لأول مرة التكنولوجيات الحديثة، وهذا بتوفير ألواح رقمية ستساعد الأعوان في استغلال أفضل المعطيات وتقليص تكاليف وأجال جمع المعلومات ومعالجتها. اليوم الانطلاق تاع الإحصاء السادس للسكن والسكان على مستوى الوطني، أنا هنايا باش نعديو نحصيو السكان ونشوفوا الحالة الاجتماعية تاعهم. إن شاء الله يكون إقبال مواطنين. عندنا استمارات وسخروا لنا كذلك لوحة باش نسارعوا في الوتيرة تاع عملية الإحصاء لمدة 15 يوم. الإحصاء السادس للسكان والإسكان سيوفر قاعدة بيانات هامة ومعلومات في عدة مجالات اجتماعية ديموغرافية واقتصادية ستساعد بلا شك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.